نعمل حولت الفكرة لمنتجات عم تحمل بصمة السيدة السورية. العمل اليدوي هو مساحة قدرت تسلط الضوء على الحرب بحرفية وإبداع. سيدات استطاعوا أن يكون السند الداعم لاقتصاد حلب برغم كل الظروف. اليوم معنا نموذج حي من يمكن اختصاص غير تماما عن الهواية اللي هي طبعا احترفتها. دكتورة منى التاجو وهي صيدلانية سيدة تعمل بالحرف اليدوية. يسعد صباحك، صباح الانتصار. أهلا وسهلا وشكرا لزيارتكم. جميل جدا نلتقي في هذا المكان الذي أعشقه وأشعر بالقوة أنا إلى جانب القلعة. ونحن كمان شعرانين بالقوة والصمود وعظمة حلب. راسخة. يسعد صباحك دكتورة. الله يسعد صباحك. يعني اليوم هيك رح نبعد شوي عن مجال الصيدلة ومجال يمكن مهنتك وروح شوي خلينا نقول هي الأشغال اليدوية. كيف بلشت هاي القصة؟ مع بداية الأزمة طبعا حلب كان فيها نوع من الهدوء الحذر حتى تفجر الوضع وبدأ النزوح من الأحياء، والناس كان الوضع مؤلم جدا. أنا أمارس هواية الأشغال اليدوية على طوال عمري، تقريبا أولادي ما لبسوا غير شغل إيدي بالإضافة لمهنتي اللي كنت أمارسها صيدلة. ففكرت بالأطفال اللي بردوا بفترة حلب كانت مغلقة، وفالسيدات اللي صاروا برات بيوتهم كيف ممكن يرمم حياتهم؟ أنا كإنسانة أعيش في حلب وأعشق سوريا وحلب، لازم يكون لي دور. فكصيدلانية أنا كنت في الصناعة الدوائية، ما عاد عندي عمل، ممكن أحول لهذا الشيء، وقدراتي المالية ما هي غير محدودة في حدود إلى. فكرت بجزء من أموالي اللي كنت أصرفها على الترفاه واللي ما بعد مبذول، فاشتريت صوف وتعرفت على 3 سيدات بدأت معهم بالمشروع. البداية هي كان تطوير العمل لجعله منهجي، فعقلي اللي تعلمت أشتغل منهجيا. هدول السيدات لهلا معي والحمد لله، وبدأنا نشتغل. لما شفت حجم العمل وجودة الصنعة أخذت صالة وعملت معرض 2013 شهر 10. كان حظي حلو أنه أجت سيدة عندها محل تبيع تياب حديثي الولادة، فاتفقت معها وبدينا نورد لها بضائع، وشوي شوي كبر الإنتاج، زاد عدد اللي عم بيشتغلوا. تعرفت على لجنة سيدات الأعمال بغرفة الصناعة، ثم لجنة سيدات الأعمال بغرفة التجارة، وصرت أشارك معه في معارضهم. هذا الشيء أعطاني دفع أكبر، الناس عرفوا أكثر، زاد عدد اللي عم بيشتغلوا أكثر، وبدأنا نشتغل تواصي للعمر الكبير، وحافظنا على خط البيبي اللي أنا مصرة عليه. أكيد يمكن كل قطعة مثل ما قلتي عم تحمل بلشت ببصمة إنسانية. دكتورة كمان خلينا نحكي اليوم قد إيه الأعمال اليدوية، يعني عم نشوف هلا نحن نماذج مصنوعة بإيدين سيدات سوريات يمكن كانوا خسروا شغلهم، خسروا بيوتهم، خسروا منهم حياتهم، لكن بلشتي معهم بفرص عمل جديدة. خلينا نشوف ونحكي عن قد ايه هذا العمل أمن فرص عمل لسيدات، ونحكي عن القطع بشكل عام. هلا في العام الماضي ما بقت اسع بالمنزل، لا من حيث تخزين المواد الاوليه اللي هي الاصواف، ولا من حيث المنتج اللي عم بيصير عندي. فساعدني شخص ما بذكر اسمه، اخذت محل وصار ورشة، وأخذنا ماكينة تريكو، فأضيف إلى العمل اليدوي ماكينة تريكو. السيدات أغلبهم ما كانوا يشتغلوا، كانوا سيدات منزل، وصار في تحول جذري بحياتهم الاجتماعية. صحيح. صاروا يعرفوا معنى قيمة العمل وما هو دور المرأة في مجتمع، وصار الداعم أساسي باقتصاد حلب. يعني هاي المشاريع الصغيرة تمام، صار الداعم أساسي تمام. يعني حتى أنه أمنت حياة لعائلات يمكن تشردت وتهجرت من بيوتها. يعني ما بدنا نبالغ نقول أمنت، فهي دعم. السيدة تدعم زوجها في جزئية لا بأس بها، قد تعادل عمل وقت
قد تكون أقل بعض الشيء. تطور العمل حتى رحنا معرض دمشق الدولي شاركنا فيه واستضافتنا السيدة الأولى مفضلة علينا وسمعت مشاكلنا وأرى أفق لحل بعض الإشكالات وتطوير العمل تبعنا حتى يصبح عمل حقيقي منتج ويكبر الكادر وقد يتحول إلى مكنة. طيب يعني. دكتورة باعتبار المشروع بلش صغير وتوسع شوي بين السيدات خلينا نحكي قد ايه ساعدته يمكن أسر وخصوصا مثل ما قلتي فترة الحرب كانت قاسية في كتير عائلات احتاجت في كتير عائلات بردت وحاولتوا تدفعون بشي بسيط يمكن وبأسعار بسيطة بمتناول الإيد خلينا نحكي كيف قدرتوا توصلوا لعدد كبير من الأسر وتساعدوهم بشكل عام الأم اللي بتشتغل بتعلم بناتها فبكفي تعرفي وحدة من هالأسرة بتجي هي بتجيب بناتها خالاتها بنات خالتها فتوسع العمل حاليا حوالي 30 سيدة بيشتغلوا معي جزء منهم بدوام والجزء الآخر بياخد شغل بروح على بيته بيشتغل إما ظروفه ما بتساعده يطلع من البيت أو الحياة الاجتماعية أوقات تكون قاسية علينا فهي السيدة ما بتقدر كل يوم تطلع من بيتها جيران ما بيتقبلوا هاي الشغلة فبتاخد بتجي مثلا مرة بالأسبوع بالعشرة أيام بتجيب منتجها باخده منها طبعا الموديل والهذا محدد من قبلي والألوان اللي بختارها ونوعية الخيط اللي هي ما كتير جيدة بس هذا المتوفر حاليا أنا بتمنى أحد الصناعيين اللي بيشتغلوا بالخيوط يفكر إنه يعملنا مصنع للخيوط الصوفية في سوريا هذا رح يعمل نقلة كتير كبيرة لهيك صناعات هيك منتجات يمكن بدي أسألك كنت عن هذا الشيء يعني اليوم نحن بعد عام على انتصار حلب عم نشوف الإعمار عم نشوف الحياة الاقتصادية عم ترجع عم نشوف المعامل عم ترجع حتى يمكن بالآلات حتى بالإعمار وبالعمال اللي طبعا اليد العاملة خلينا نحكي الخطوة الجاية بمرحلة الإعمار لحلب شو راح تكون بالنسبة للصناعات اليدوية هل في مشروع خطوات قادمة ممكن أنه تعملوها؟ أنا جدياً أفكر وأتمنى أن يتاح الظرف ليصبح عندي إما ورشة كبيرة أو معمل ليس طمعاً بالمال أنا المال يمكن لهلأ ما قدرت أجني وحياتي مؤمنة من اتجاه آخر ولكن يكون في مكان تعمل فيه المرأة أنا مصرة على تشغيل النساء وزرع فكر جديد عند المرأة لأنه هذا المجتمع لن يتطور إلا بتطور المرأة هذا صحيح جدا يجب أن تفهم من هي كزوجة كأم كشركة حل. كإنسانة منتجة صحيح. في هذا البلد وبتمنى أيضا أن يكون الرجل يقوم بخطوات مماثلة فحضرتك قلتي كلمة نحن عدونا الأول هو التخلف يجب أن نقاوم التخلف في عقول النساء والرجال ليكون عندنا أسر صحيحة تنتج مجتمع صحيح هذا طموح إلى جانب العمل حلو يعني دكتورة هيك ونحن عم ندردش وعم نحكي مع حضرتك هذا الفكر قد ايه يمكن مثل ما قلتي هو مهم وبيبني أجيال اليوم يمكن وجودكم كسيدات عندكم هي الخبرة وعندكم هي الروح لحتى كمان تنقلوها لسيدات آخرين هل مقتصر حاليا على التنقل بين بازارات خلال مناسبات معارض فقط هي خلينا نقول الفسحة اللي عم بتشاركوا فيها حاليا الأغلب نعم أنا الظرف اللي توفر لي إنه يكون عندي محل هو في دكان موجود مفتوح على الشارع هذا عم بيعمل لي مجال لقاء مع جذب المجتمع حتى الناس تشوف تمام ومثل ما بيجوا من عيلة واحدة كذا واحدة بتشتغل من عيلة واحدة بيجوا كذا واحدة بوصوا فلما بتاخد قطعة وبتشوفها جيدة والولد بقاسها حلو لونها حلو شكلها حلو تاخذ لباقي الاولاد كم سيده هلا انتم دكتوره
بدينا بثلاثة ب 2013، حاليا حوالي 30. 30 بزيد شوي بنقص شوي، وحدة تبطل وحدة بتسافر. يعني في سيدة مثلا راحت مع زوجها لقطر عربي آخر، راحت وهي عم تبكي لأنه بدها تتركنا، وفعلا إيديها صرتوا عائلة. تمام تمام. فأنا لا أتوانى عن التحدث مع السيدات، حتى في الأمور الطبية بحاول ما أشرح لهم دور الفيتامينات في حياتنا، كيف نطبخ صح. هو الأحاديث المتداولة، بدل ما نحكي على الآخرين نحكي بأشياء إيجابية. صحيح. نعم. يعني دكتورة نحن كثير سعيدين بوجودنا معك اليوم، وسعيدين انك كنت معنا. مثل ما يمكن هاي القطعة بتدفي دفانا الحب اللي جوات قلبك. شكرا كثير لوجودك معنا. انا بشكركم كمان، وبقول ما نسينا السيدات، نحن عملنا لهم شالات اكيد حتى يدفوا كمان. اكيد. يعني دائما السيدة أو المرأة بتشتغل لغيرها. اليوم ما نسيتوا، عملتوا لها شيء تذكرتوها. تمام تمام. نحن بدنا نتشكرك كثير على وجودك معنا وعلى هالطاقة الإيجابية اللي أعطيتيني إياها من خلال هالتشجيع لكل امرأة يمكن لسه عم تفكر شو بدها تعمل. بتقدري تعملي كثير، بتقدري تصنعي من لا شيء شيء مثل كل سيدة سورية. شكرا لك. شكرا لك. شكرا لحضوركم، وشكرا لكل شيء قدمتوه لحلب. شكرا لكم.